السلام عليكم. أربع صواريخ تقض مضاجع الجنود الأمريكيين في أكبر حقول الغاز الشرقي سوريا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. تعرض حقل الكونيكو الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لا شرعية لها في مناطق الجزيرة السورية صباح اليوم إلى قصف صاروخي من جهة مجهولة. وأكدت مصادر محلية لمراسل سبوتنيك في دير الزور إن القاعدة الأمريكية اللاشرعية تعرضت للقصف بأربع صواريخ سمعت أصواتها في المنطقة المجاورة دون توافر معلومات عن الأضرار التي لحقت بالحقل والقوات الأمريكية داخله. وأكدت المصادر أن القصف الذي تلاه استنفار كبير للقوات الأمريكية في المنطقة شهد انتشار للجنود الأمريكيين في محيط القاعدة وسط تحليق مكثف للطيران المروحي والحربي في سماء المنطقة، ما تسبب بحالة من الهلع لدى أهالي القرية والبلدات التي تتحلق حول الحقل الغازي، وخاصة بعد قيام الطيران الحربي بفتح جدار الصوت أثناء تحليقه على ارتفاعات منخفضة نسبيا. وتابع المصدر أن الأجواء في المنطقة ما زالت يسودها التوتر، إذ ثم أيضا نشر عدد كبير من المسلحين المواليين للجيش الأمريكي من تنظيم قسط وإقامة حواجز لهم في مناطق العزبة والمعامل شمالي دير الزور والتدقيق بشكل مشدد على الشباب في المنطقة. ويعد حقل كونيكو الغازي الطبيعي الذي يحتله الجيش الأمريكي 20 كيلومترا شرقي دير الزور أكبر حقول الغاز في سوريا، ويحتوي مصنعا للغاز تم بناؤه عام 2005 بالتعاون بين شركة الغاز السورية وشركة كونيكو فيلينيس الأمريكية. وكانت قاعدة حقل العمر النفطي العسكري التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قد تعرضت أول أمس إلى قصف مجهول المصدر بعدد من الصواريخ التي خلفت أضرارا مادية في المكان، وهذه المرة هي المرة الرابعة للثوالي التي تتعرض فيها القواعد الأمريكية بريف دير الزور إلى القصف منذ بداية العام الحالي. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.